ورشة عمل نظمت في سلفيت مع بعض موظفي البريد في مختلف المحافظات. سيطلعنا على هذا الخبر والمزيد مع السيد عماد الطميزي. صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين. كيف أصبحت سيد عماد؟ الحمد لله بخير، طالما أن أبناء شعبنا ما زالوا يقاومون الاحتلال ويقفون في وجهه سدا منيعا فنحن جميعا إن شاء الله بخير. إن شاء الله. إذا أعلمنا عن ورشة العمل التي نظمت مع موظفي البريد في مختلف المحافظات. كعادتها نقابة العاملين في الخدمات البريدية في فلسطين هي النقابة الوحيدة التي تنظم وتمثل عمال البريد وقطاع البريد في فلسطين. تجري بعض الورشات والفعاليات في محافظات الوطن من أجل تحفيز العاملين وإعطائهم المعنويات والدعم اللازم لمطالبة بحقوقهم والوقوف على آخر تطورات في موضوع العلاقات المحلية والدولية للنقابة، وكذلك في قضية المقاومة الشعبية والوطنية وحراكنا القائم من أجل مقاطعة الاحتلال. نعم، هذه المرة كنا في سلفيت مع إخواننا وأهلنا في محافظة سلفيت، هذه المحافظة التي نعتز بزيتونها وزيتها وعمالها ومقاوميها من أجل افتتاح موسم الزيتون وإحياء لليوم العالمي للبريد اللي هو بيكون في 9 أكتوبر. نعم، كيف جرت هذه الورشة؟ صارت الورشة وفق المخطط المرسوم لها وكل شيء الحمد لله تمام. حضر أعضاء النقابة وعاملين البريد من جميع محافظات الوطن، الخليل، أريحة، طوباس، سلفيت، نابلس، والكرم. نعم، والمحافظات الأخرى رام الله وغيرها. نعم، وقد اتخذوا عدة قرارات في موضوع المطالبة بحقوقهم إضافة ل إذن خرجتم خرج الحراك الشعبي والوطني. نعم، إذن خرجتم بعدة توصيات من خلال هذه الورشة. نعم نعم، تفضل تحكينا عن التوصيات. بداية أولا هم العاملين طلبوا الحكومة بالالتزام بموضوع الاتفاقيات المتفق عليها بين النقابة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص تثبيت العاملين في البريد الفلسطيني على بند العقود والمياومة والأجر والبطالة الموازية. في هذا الموضوع هل هناك بعض المشاكل في التثبيت؟ نعم صحيح، هناك تقريبا 120 عامل في البريد الفلسطيني يعملون برواتب مقطوعة وفقا لبرنامج وعقود وأنظمة البطالة الموازية والمياومة، وهذه قضية صار لها تقريبا 12 عام. نعم. هناك مطالبات حثيثة، اتفقنا مع الوزارة بأن يكون هناك كل عام 10 اعتمادات مالية وإحداثات مالية جديدة لأجل حل هذه المشكلة. هذا العام على ما يبدو أن هناك عدم التزام من طرف الحكومة بتوفير هذه الاعتمادات وأنهم ذاهبين لاستدراج عروض عبر الإعلان الرسمي لاستقبال الموظفين جدد وليس حل المشكلة. نعم. وعليه كان هناك اعتراض من قبل العاملين واضح، وهناك رسالة سنوجهها لوزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات من أجل هذا الموضوع تحديدا. إذن قمتم باعتراضات حول هذا الموضوع؟ هذا ما سنقوم به، سنبعث برسالة إن شاء الله لمعالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات نخبره بأنه هناك قرار في مجلس الوزراء بمنح الأولوية في التثبيت والإحداثات المالية للعاملين قبل أن يتم استقبال موظفين جدد. العاملين معترضين وغير موافقين على إجراء أو استخدام موظفين جدد بدون حل المشكلة القائمة حاليا. نعم، إذا برأيك كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ الحل الوحيد هو بتثبيت الموظفين. نعم، هو عبر التصنيف وتثبيت العاملين اللي هم مضى عليهم أكثر من 10 سنوات، وهناك خطة واضحة في الوزارة بأنه التثبيت يكون بالأقدمية وأن التصنيف يكون وفق الإجراءات المتبعة في ديوان الموظفين، ولكن الأولوية لهؤلاء العاملين كونهم عملوا على بند العقد أكثر من 10 سنوات في الوزارة وليس لاستقبال أو استخدام عاملين جدد من سوق العمل الخارجي. 10 سنوات هناك موظفين وغير مثبتين في مجال العمل. طب لماذا لم توجهوا أي اعتراض من قبل؟ لما بعد 10 سنوات؟ بالعكس، كان لنا العديد من الاعتراضات والفعاليات هناك كما أسلفت بأن هناك اتفاقية بيننا وبين الوزارة على أن يكون سنويا حل لعشر حالات. نعم. وفق الأقدمية ووفق خطة معينة، بمعنى أن هذه الإشكالية ستنتهي يعني بمدة زمنية محددة. جميل. ولكن الواضح بأن هناك عدم التزام من طرف الحكومة أو هذا اللي بيحصل نتيجة استخدام عاملين جدد عبر الإعلان بالجريدة أدى إلى تراجع حل المشكلة، وبالتالي إحنا سنعترض هذه المرة.
بشكل حازم حول هذا الموضوع. بالتأكيد. إذن هذه كانت إحدى التوصيات التي خرجتم بها من خلال تنظيم ورشة العمل. ماذا عن التوصيات الأخرى؟ هناك توصيات أخرى بدعم الهبات الشعبية الفلسطينية. نعم. والتركيز على موضوع مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه كوننا نقابة عضو في اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، بأننا مضون لمخاطبة رفاقنا في كل العالم من أجل حثهم على مقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه وسحب الاستثمارات منهم. نعم. حتى يحترم القانون الدولي ويحترم حقوقنا كشعب فلسطيني. جميل. سيد عماد، كيف هو الحل في سلفيت إجمالا بعيدا عن ورشة البريدية؟ في الحقيقة أنا أول مرة أزور سلفيت، أنا من محافظة الخليل. نعم. هي محافظة جميلة ولها سمعة طيبة و ظروف العاملين هناك تقريبا أفضل من العاملين الآخرين. نعم. كونها بتعداد سكاني أقل من المحافظات الأخرى. وصدقا هي يعني محافظة لها سمعة طيبة ولها رجالها ومقاوميها. نعم. ونعرف منهم الكثيرين. كيف كانت الطرقات في حال زيارتك لسلفيت؟ الطريق أكيد كانت صعبة، وكان تقريبا 3 ساعات سفر في الذهاب وثلاث أخرى في الإياب، وهي طريق طويل جدا. نعم. مرورا بالنبي صالح، هذه البلد الشامخ أهلها مقاومة وذات السمعة وصيت الطيب. إذن أمين سر نقابة العاملين في الخدمات البريدية السيد عماد طمزي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. يسعد صباحك. شكرا.